أناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى لرعاية حفل افتتاح مهرجان التراث السنوي 24 والذي أقيم هذا العام تحت عنوان موجات صوتية من بحريننا، ونظمته هيئة البحرين للثقافة والآثار بمتحف البحرين الوطني. فلدى وصول سموه كان في الاستقبال معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، والشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، والشيخة عزة بنت عبد الرحمن آل خليفة الوكيل المساعد للثقافة والتراث الوطني، والشيخة هالة بنت محمد آل خليفة مدير إدارة الثقافة والفنون. وقد قام سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة بجولة في أقسام المهرجان، واطلع خلالها على ما تضمنه من معروضات مثلت الحرف اليدوية والفرق الشعبية التي تجسد تقاليد وثقافة البحرين وتراثها العريق. واشتمل مهرجان التراث لهذا العام كذلك على سوق للمنتجات التقليدية والمعاصرة والأطباق البحرينية التقليدية، إضافة إلى العديد من الفعاليات والأنشطة الأخرى. وقد أعرب سموه عن شكره للمشاركين في المهرجان على اهتمامهم بتراث البحرين العريق والمحافظة عليه ليكون شاهدا على حقبة مهمة من تاريخ البحرين. كما أشار سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى بالاهتمام والحرص المستمر من هيئة البحرين للثقافة والآثار على إقامة هذا المهرجان الثقافي والتراثي السنوي بما يسهم بشكل فاعل في إحياء التراث البحريني الأصيل. معربا سموه عن تقديره لجهود الشيخة مي بنت محمد آل خليفة في إحياء الموروثات التي يزخر بها المجتمع البحريني من خلال تنظيم وإقامة المهرجانات والمعارض، كما نوه سموه بالمستوى والإعداد والتنظيم المتميز لمهرجان هذا العام واختيار عنوان المهرجان الذي عكس الحرص المتواصل للمحافظة على الفنون الشعبية البحرينية، منوها سموه بضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بتدوين التراث وتوثيقه بالشكل اللائق الذي يحميه ويصونه ويضيف إليه ما يعزز من قيمنا وهويتنا العربية الأصيلة. وأعرب سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى عن تمنياته للقائمين على مهرجان التراث بالتوفيق والسداد. من جانبها توجهت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، توجهت بالشكر إلى صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله لرعايته الكريمة لمهرجان التراث، قائلة: إن الدعم الكريم والسامي لهو تعبير صادق عن حرص جلالته في الارتقاء بالمشهد الثقافي والإنساني لمملكة البحرين ودعمه للبنية التحتية الثقافية. كما وشكرت معاليها سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة على افتتاحه المهرجان نيابة عن جلالة الملك المفدى. وأضافت معاليها أن للتراث رونق جميل يدفعنا للافتخار بهويتنا وحضارتنا، وهو القيمة الثمينة التي نقلها إلينا الأجداد من عادات وتقاليد تحتفظ بذاكرة الأجيال، منوهة معاليها بأن مهرجان التراث هذا العام يتزامن مع برنامج هيئة البحرين للثقافة والآثار للاحتفاء بما تمتلكه البحرين من مقومات ثقافية بشعار وجهتك البحرين.